في محافظة الأقصر كان في أجواء مبهجة جدا في الدورة الـ 12 لمهرجان التحطيب في ساحة أبو الحجاج. المهرجان شارك فيه فرق وشيوخ اللعبة من معظم محافظات الصعيد، لأنه لعبة التحطيب بتعتبر واحدة من أهم الطقوس اللي بيتوارثها أهل الصعيد وتكون حاضرة دايما في كل المناسبات. بكل تأكيد أي مكان بيحب يعمل دعاية وترويج ليه بيختار له هوية، فطبعا بكل الهوية الفنية لمحافظة الأقصر واضحة غير متكررة في أي دولة وأي محافظة أخرى. لما هتيجي يشوف فن صعيدي هيلاقيه فن مختلف مش هيلاقيه في أي مكان آخر، يمكن دي أكتر ميزة بتديها اللي هي الهوية الفنية. زي ما احنا بنضيف لهوية بصرية لمحافظة الأقصر أيضا لها هوية فنية خاصة بيها تخص مواطنيها واللي بيستمتع بيها جميع السائحين. زي ما احنا النهاردة شفنا سياحة داخلية وسياحة أجنبية متواجدين بيشوفوا حاجة مختلفة ما شافوهاش قبل كده، ويمكن دي ميزتها، هي ليها هوية خاصة بيها جدا. مهرجان التحطيب من المهرجانات المهمة جدا اللي بتقيمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لأصول الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية. مهرجان أسسه الراحل الكبير أستاذنا أستاذ الإخراج في مصر الأستاذ عبد الرحمن الشافعي. من المهرجانات المهمة اللي بتقدمها هيئة أصول الثقافة لما له من قيمة عالية على مستوى الوطن. لعبة التحطيب لعبة مهمة جدا، بتتكلم عن الفتوة والرجولة والشباب، وجدت على مقابر بني حسن المقابر الفرعونيه في محافظه المنيا. انه المهرجان يتقدم في الاقصر بالنسبه لاهل الاقصر انما هو دليل على ان مصر وحضارتها ووجودها موجوده من قبل التاريخ كمان. احنا المهرجان السنه دي بسم الله ما شاء الله، ونشكر الاستاذ احمد الشافعي والراحل الاستاذ عبد الرحمن الشافعي ان هم مساهموا في المهرجان، وده تشجيع لبلدنا وتشجيع للسياحه، واحنا لازم نشجع بلدنا على السياحه وعلى الازدهار وعلى النمو. واحنا هنا لعيبه من جميع المحافظات، محافظه المنيا وجينا وصهاج والاقصر، يعني جميع المحافظات هنا مشاركه في مهرجان التحطيب. مهرجان التحطيب ده ممثل لنا حقيقه، يعني حاجه لبلدنا، حاجه مشرفه في العالم كله. والتحطيب بالذات مش موجود غير في صعيد مصر هنا بس، مش موجود في اي بلد في العالم. من سني 15 سنه في العصاية والمهرجان لعب التحطيب في العصاية. غير فن وغير ومحبه برضه، تشوف الناس ونتعارف وبعضنا، ونروح سيدنا الحسين برضه ونلعب عصاية، وفي مولد في اسوان في اي مكان، في غوص في جنة في سوهاج اي مكان نروح يدعونا نروح نلعب عصايه فيه. العصايه دي حب منذ الصغر، علمنا المرحوم ابويا الله يرحمه مسكه العصايه ولعب العصايه، وبعدين لعبه العصايه دي ما يلعبهاش غير الفتوات كان زمان. دلوقتي في تساهل وفي موده وفي اخاء، لكن الاول كانت الضربه ضربه. دلوقتي في يعني ده يعرفني وانا اعرفه، خلاص بك في محبه.